الفيديو هذا يعطي لو تفصيل بسيط عن طرق احتساب النقاط في الـ MMA وخصوصا في منظمة الـ UFC. هناك ثلاث نقاط أساسية لاحتساب من ربح الجولة، راح ندخل فيها بشرح. نبدأ بالنقطة الأولى، واحد القتال الأرضي، واحد ألف القتال الأرضي، ب القتال على الواقف أو اللي احنا بنسميه السترايك. دائما يستطيع أي حكم، النقطة الأولى اللي يأخذ الحكم بعين الاعتبار القتال الأرضي والقتال على الواقف، مدة القتال في اليو اف سي الجولة 5 دقائق. فخمس دقائق يجب على الحكم أن يقارن، إذا كان القتال بين عمار وبين إكس 5 دقائق، القتال الأرضي كان لعمار لمدة 2 دقيقة والقتال على الواقف كان لإكس 3 دقائق، وفي القتال على الواقف كان هناك سيطرة كلية لإكس، وعمار في القتال الأرضي كانت سيطرة كلية. مش قتال الأرضي فقط تيك داون، احنا لا نلعب في مباراة جوجوتسو، تيك داون اسقاط على الأرض مع جراوند اند باوند مع سيطرة مع محاولة تثبيت. فهناك الآن 3 كانت القتال على الأرضي للقتال واقف 3 دقائق و2 دقيقة الأرضي. يستطيع الحكم من هنا أن يخطب الجولة الآن هنا لصالح إكس، إكس هنا فائز لأنه مدة القتال على الواقف كانت أكثر من النصف 3 دقائق، والقتال الأرضي 2 دقيقة، والقتال على الواقف كانت في سيطرة كلية لإكس وكانت في سيطرة كلية القتال الأرضي من طرف عمار، فالفائز هو صاحب الوقت الأكثر اللي هي 3 دقائق. إذا اختلف على الحكم كان القتال بين الأرضي أو بين الواقف متساوي، يعني دقيقتين نص دقيقتين نص، أو كان القتال دائما على الواقف كما شفنا بالجولة الأولى والثانية والثالثة مباراة جون جونز، القتال دائما على الواقف واختلف على الحكم، يعني في الجولة الثالثة كان تقريبا متساوي، يعني الحكم لا يستطيع أنه يعطي الأولوية والأفضلية لعمار أو لإكس. نذهب إلى النقطة الثانية وهي الشراسة. الشراسة بالقفص شو تعني؟ الشراسة تعني من هو الذي يبادر في الهجوم، من هو الذي عنده الاندفاع الأكثر، إذا كان قتال أرضي أو قتال على الواقف، أنا ماخذ خصمي على الأرض هو يحاول يدافع وأنا اللي أضرب وأنا اللي أحاول أخذ كيمورا أخذ تريانجل. فشراسة القتال إلي، القتال على الواقف من اللي يحاول يضرب يركل عدد اللكم، شراسة أنا اللي مسيطر على اللكمات، أنا اللي أحاول أضرب أنا اللي أحاول أهجم، وهو فقط في وضعية دفاع. فالحكم من هنا يستطيع أن يعطي الجولة لصاحب الشراسة إذا تعادل القتال الأرضي والقتال على الواقف. إذا الحكم شاف أنه القتال الأرضي والقتال على الواقف متساويين والشراسة متساوية، يذهب إلى النقطة الثالثة وهي السيطرة على القفص. معلش الخط سيء، خط دائما بالعربي سيء، السيطرة والإنجليزي أيضا. السيطرة على القفص ماذا تعني؟ مش السيطرة اللي هو بنص القفص والخصم الآخر في الطرف، من الذي يعني إحدى اللاعبين يجبر الخصم على يلعب على الجيم بلان اللي هو فيها. أنا ألعب جون جونز يلعب مع ريس، جون جونز كان يجبر ريس على الذهاب إلى القفص لأنه جون جونز هذا هو ستايل جون جونز، هو المسيطر على 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 القفص، وريس يحاول يعني ينسحب ويضرب. فالسيطرة على القفص هي لصالح جون جونز. إذا نعود القتال الأرضي والقتال على الواقف، إذا كان في قتال الأرضي سيطرة أو على الواقف سيطرة أكثر من القتال الأرضي بالمدة، إذا كان 3 دقائق قتال على الواقف ودقيقتين على الأرض فقط تيك داون وما كان اللي يهجم يسوي شيء، فالقتال الأرضي القتال الواقف هو، إذا كان دقيقتين نص دقيقتين نص والقتال الأرضي هو المسيطر، إذا صاحب السيطرة في القتال إذا كان أرضي أو على الواقف هو اللي يفوز بالجولة. إذا تعادل القتال الأرضي والقتال على الواقف أو تعادل الاسترايكينج مع بعض، كان الجيم كله سترايكينج أو الجيم كله جرابلينج، نذهب إلى الشراسة في القفص. الشراسة هي المبادرة في الهجوم،
الذي يحاول أن يهجم، يحاول أن يحصد النقاط، يحاول أن يسوي دمج للخصم، يستطيع الحكم أن من الشراسة. إذا تعادل رقم واحد ألف باء القتال الأرضي أو القتال الواقف أو الاثنين أرضي أو الاثنين واقف، نذهب إلى السيطرة على القفص. السيطرة على القفص القديم كان الناس يعتقدون اللي هو موجود في نصف الحلبة، لا، السيطرة على القفص من الذي يجبر الخصم على لعب خطة اللعب اللي هو يملكها. أنا ممكن أكون على الجنب بس أنا أجبر خصمي اللي بنص القفص أنه هو يجي عندي، أنا المجبر هو، فالحكم يستطيع أن يحسم من السيطرة على القفص. ولكن في أغلب الأحيان الحكام يأخذوا هذه ويستطيع أن يحكم من القتال الأرضي أو القتال على الواقف، أو كان إذا كان أرضي أرضي أو واقف واقف. طبعا هذه معلومات أنا أخذها من حكم UFC وحكم MMA محترف، واخذت الكورس حتى أستطيع أن أنقل إلى الجمهور العربي طريقة احتساب النقاط في MMA في معظم منظمات القتال وفي UFC خصوصا. طبعا 1FC عندهم طريقة شرح غير، طريقة حساب النقاط غير، ولكن في منظمة UFC هذه الطريقة. فإحنا في, في, في حالة جون جونز وريس نتكلم عن الشراسة اللي كانت بالجولة الثالثة، الشراسة والسيطرة على القفص، أن القتال كان على الواقف دائما بالجولة الثالثة. ممكن الأفضلية بسيطة كانت من طرف حكم إلى حكم آخر لريس، الحكام عطوها لجونز. فأنا بوجه نظري الحكام لم يستطيعوا أن يحسموا من القتال الأرضي، القتال على الواقف من النقطة الأولى، فذهبوا إلى الشراسة وإلى السيطرة على القفص. وأظن كانت الشراسة بالجولة الثالثة والسيطرة على القفص بصالح جون جونز. هذا شرح بسيط لطريقة احتساب النقاط في UFC. أتمنى أن تكون هذه الشرح أعجب وأسهم بقليل لنقل المعلومات ولمعرفة المقاتل العربي خصوصا الذي لا عذر لا للمقاتل ولا للمدرب ما يعرف هذه الطريقة. العذر هنا أقبح من الذنب، ولكن الجمهور العربي كيف طرق، والمحبين UFC والMMA كيف طرق احتساب النقاط. تابعوا قناتي ودمتم بألف خير، وألقاكم بحلقة قادمة. Come on.